رجعت يا روحي؟ رجعت أمي، رجعت. الحمد لله على سلامتك. والله ما رح ابعتك مرة تانية، عم اشتاق لك كثير يا عمي. لا تبالغي أمي، كلهم يومين اللي غبت فيهم عنك. ولو دقيقة واحدة رح اشتاق لك. جوعان؟ رح موت من جوعي. يلا اقعد لجهز لك شي تاكله. ايه بابا مانو هون؟ هو بشغله، من شوي طلع مع نعمت خانو. وشو عم يشتغل معهم؟ حاسس انهم عم يشغلوه مثل العبد، وهو مرتاح بنوعية هيك شغل. ايه لا، شو هالحكي يا ابني؟ الرجال ما بيعيبوا شغله. هذا مو شغل، هذا استعباد من هاي العيلة. دخيلك خليل، البنت بأمانتك. بترجاكي لا تقلقي. أنا ماني قلقانة خليل، من سنين ونحن مأمنينك على كل شيء، وأنت كنت قد هالأمانة، وشو ما طلبنا منك بتنفذ. شكرا. العفو يا خانم، هذا شغلي. فيني عطلك شوي؟ طبعا فيكي تعطليني، تعي. ما حدا خبرنا شيء، شو رأيك نتصل؟ شو رأيك نصبر شوي؟ أمي رح تتصل، طولي بالك. إلي ساعة هون ما اتصلت. إليك 4 دقايق. أنت ما عندك فضول؟ ما عندي منوب. لا، عندك فضول مثلي. طبعاً هيك بدي يكون. خلال 4 دقايق 4 مرات شلت التليفون وحطيته. منظرك أنت ملبك ومحتار، تسحرني وتاخذ لي عقلي. أنت شخصية مهمة، قلبك طيب وعقلك كبير، ورح تكون أب رائع. أنت زوجي وحبيبي. خلينا نروح نستنى بالبيت. روحي أنت، أنا لسه عندي شغل كتير ومضطر أبقى. أنا ما رح أصبر، رح أروح. طيب لاحقك. لا تتأخر. يا رب بشكرك من كل قلبي لأنك قبلت دعائي وقسمت لابني إنه يصير عنده ولد يحمل اسمه. بدعي له من كل قلبي إنه تكمل هاي القصة على خير، وشوفه هو حامل ابنه بين إيديه. يا الله، أنا ارتكبت ذنب، بس ارتكبته غصب عني، كرمال راحت وسعادة عائلتي وابني. كذبت، ديما مفكر الولد منا. يا رب يا رب، انت العالم بكل شيء وبتشوف كل شيء. هالطفل اصله من رفيف وعمران. سامحني، سامحني يا الله، اغفر ذنبي وسامحني. ضميري عم يعذبني وبدي ارتاح. دخيلك، دخيلك سامحني. انت العالم، دخيلك سامحني يا رب. آمين. يا رب أنت القادر على كل شيء.